امبارح سالنا حضراتكم سؤال على صفحتنا على السوشيال ميديا صفحه القناه الاولى مين اصغر لاعب سنا في قائمه منتخب مصر لمباراتي السنغال؟ والاجابه هي هي طب تعالوا نشوف اجاباتكم الاول او جزء من اجابات الجماهير واقول لكم الاجابه هي ايه؟ اللي كسب او اللي هيكسب تيشيرت احنا هنعمل هنعمل قرعه بين كل الناس اللي جاوبت الاجابه الصحيحه الاجابات قدام حضراتكم اهي يعني محمد محمود آل محمد صبحي محي أحمد آل عمر مرموش مصعب آل صبحي حجازي آل محمد عبد المنعم عبد نادي آل محمد صبحي زياد أسامة آل محمد صبحي إبراهيم عصام آل صبحي ده جزء من الإجابات مش كل الإجابات عصام آل محمد عبد المنعم أبو ياسين آل محمد عبد المنعم هاني آل عبد المنعم تامر عظيم آل عبد المنعم أحمد رجب آل صبحي أحمد محمد قال محمد عبد المنعم، وبلال قال محمد صبحي إن شاء الله. كريم قال مرموش، وأحمد صالح قال صبحي وبعد كده عبد المنعم وبعد كده مرموش، علي قال محمد صبحي، يوسف قال محمد صبحي، وعبد القادر محمد موسى قال محمد عبد المنعم. أحمد فوزي عياد قال إمام عاشور، وهشام كمال قال أحمد فتوح، أحمد الحسيني قال محمد صبحي وبعد كده فتوح. وشريف آه دولة مش ماشي مصطفى شريف دولة قال مصطفى محمد وأحمد وهبة قال إمام عاشور مروان الشافعي قال مروان صديقنا العزيز في البرنامج هنا مروان قال محمد صبحي حارس المنتخب ولاعب فرقه طيب الإجابة الصحيحة اللي قالها معظم معظمكم يعني هو محمد صبحي محمد صبحي هو أصغر لاعبي منتخب مصر أصغر لاعبي القائمة الحالية سنا والإجابة الصحيحة هنعمل قرعة زي ما قلنا لحضراتكم والفائز بيها هيفوز بيه تيشرت منتخب مصر